تودينا خصوصي تحكي معاه تسخف وتتمسك له يجي يفك له فلوسه يجيك يقول لك شفت والله يكتب مظلوم مالا هامر 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 الديوان كلفتني 300 مليون وعندي زوج مرسيدسات اخرين وبيسين في الدار والمراه عندها زوج ديار والمراه تاخذ كل يوم مليون مسكين والله مسكين حمام لي قلبي اعطيه دينار اعطيه دينار نوسي بالعاتبه تفك له حيطه الكل هذوما كيفاش رشحناهم الثلاثه هذوما بالعاتبه الناس يا اخي نعرفوهم نحن قبل ما نعرفوهم سخفونا قال لك هذوما مساكن ظلموا وخرجوا من الحبس ويسليوا اي يعطيهم الحكم عادي يسليوا ربي يهديهم ما تعطيهمش الحبس حطهم في الكتاب حطهم في الجامع حطوا في الميزه بتاع الجامع عليهم يسحنوا بتاع الفلوس العرايس يجي في المرزوق زاد كفرسح عليه بالعاد سخفنا قلنا نسيك بسقيقي وكل منظر الرقبة في الزمارة بن جعفر بن جعفر قعدت عامين ما لقيتلوش حتى حل ما لقيتلوش حتى سكيتش قهرني اللي عملت الباهي للخاي قولوا ميوت راني دخت ومبعد يا ست المخ كل لقيت عليهم سكيتشوات الا بن جعفر يا اخي مره خطفت واحد من التكتل بالرسمي راه خطفت ويشه قلت له معانا قال شبيه قلت له برجوليا شبيه بن جعفر قالوا لي شبيه هاك قلت لهم ليه شبيه ما عمل شيء قالوا لي ليه يظهر لك ما عمل شيء يكرس في الحكومه قلت له شنو يكرس في الحكومه يا معلم ما عمل شيء كرسنا نحن قبل ما يكرس في الحكومه وبعد كيما تواصل كل هنا كلمه يكرس في الحكومه ما فهمتهاش قلت له سامحني ايش تقصد يكرس في الحكومة ايش معناه؟ قال لي معناه شادة كراسة واغلاط بتاع الحكومة الكل قايد فيها باش يجي وقت باش يقولهم قلت له شبيهم ما قالوهم شبيهم ما قالوهم قال لي ظهر لي يهربوا له كراسة قلت له حاسب رايي وحاسب رايي التوانسة بتشاور ظهر لي يهربوا له بكرار سلكل شد رئيس برشا في بالهم بها سيريو مش مفدك روا وشد رئيس قالوا له منحب نولي رئيس قالوا له باهي على شرط ما عندك حتى صلوحيات ما تحكم في حد شيء بالرسمي صح عليها شو معناها ما عندوش صلوحيات معناها حطوهولنا للوهرة وين الوهرة وقت وزارة اليوم كل مرة وزارة اليوم لو جماعة يحفروا على الوهرة في القصر وين الوهرة بتاع المنطقة يا خويا كي ما عندك سوهره ما عندوش روحيات وتحب تحطوا لنا رئيس على الوهره والناس اللي عنده لا وهره حطوا لنا هشام وسط مع كده بقوه انت تشعررت بطل على التوريست على القليله يقول لك يا لور بريزيدون ايبو دخلنا كاميرا في العقليب في البرلونكي على نشا تاع طيب في تو كلم التوريست قال بوركو فيني بون تونيزي قال سي بلو ان غوفرنمون كو فوز افي سي جوراسيك بارك ونا بو انا الدور اللي فيلم دور هذاك عليه حاطين المرزوقي يا خويا المرزوقي ننصحك انا يا معلم كان تسمع فيا تسير فما زوز سبابة هنا تسير بيقتحم علينا قال لك مش تحاه واحد ليه اللطف قال لك واحد ناحية زرست ولا خشب شوف المرزوقي يا معلم يعلق لي لك ما عندكش وهر هذيك حكم ربي وهر يا معلم تفزعك الدعوه عاد تحب ورانا شكون دعوه عاد اللي عمل لنا رئيس دعوه تدخل يجيك رئيس من برا ولا وزير بشي يمد يده وتعمل اقعد رئيس تونس قول وريتني القصر هذايا نتاعي وحدي نسكن في القصر سافا ليه الراجل طيح له قدره في القصر قاعد على الكرسي بالبرنوس اللي يجيه عنك ويبوسه يا معلم تكتب الزيق وزفنتك ردوا الضحضة على القصر هكي عمل يحاوز مكان صغيرات وما هاي مبا عمو مرزوقو هاي عمو تاتون سكة
كاميرا قدر لك جايب لك كاميرا ما نسقوش بيه هذيك فسلوا بها لزاني 40 كمان قدر لك جبت تلفزه معاها معلم حاجه صالون تاعك وتليفون وقعدت قدر لك هزيزه مع صاحبه جبالي عرفتوه جبالي كلي عم شطر لحية بتاع السنافر أمي مسكينها ما ترسم ليه قد تريد يسيف شتابك الكل من دومي نحنوه قلت أشكول عاونا جبالي أنا بالنسبة لي أنا أقوى شخصية تاريخية جبت تونس البلوز أنتريكون هبلني ساعة جبالي يظهر لي عبد ماهوش عادي حتى مشيت سي بسيكياتر قلت له إجا قلت له خويا شنية جبالي؟ قال لي عايش خوي ممنوع علينا قال لي تحبني نتوفى ممنوع علينا جبالي اكزرسيس ممنوع علينا جبالي فمي حتى عبد ما فما حتى اترما عادي عنده امبوني كيليبر يضحك في المواقف الكل اي موقف قوله تونس تحرق قوله ليبيا دخلت سلاح ما شاء الله منه وعطيها قلت امبوسيبل لكن اللي حبيت نعرفه مش شنو يا شنو النوع يزلق حرام يشم مشيت لولاد حومتي مشيت لولاد حومتي حومتي ياسر في صاير يبيعوا الغبره والدنيا الدنيا الكل في تو توا زاد عاد ولات الدنيا مصيبه واحد باعوا له زطله مضروبه في حومتي شال المركز يشكي قال لما عقول بس عملنا ولينا ما استورد يبيعوا لي حنا فلوس زطله يا خويا رجعوا لي فلوس مشيت لهم قلت لهم الاولاد من الاخر في بالي الراجل عاتيها وشاه قالوا لي وي قلت لهم شنو هو النوع قالوا لي سوبيتكس شيخ هذيك بيرمانون فانكات في الفانكات بتاع انسان قطع عروقه من داخل وزاد اكد لي جبالي اللي هو عاتيها بالرسمي تتذكروا كل وقت هزت علينا الزبله في حاج زهور في تونس ونصب وهبطت عملت زياره فرقيه مع اللي كان الكور بتاعه هو خلط في السيف جاب وسخانة زادت ضربتك الريحة تاع الزبلة هجت علينا هو خلطت ريحة الزبلة عملت له رابور رابير زاد شيخ ما شاء الله وبعد قال لهم الجملة اللي حبوها التونس الكل تعقلوها وين يلحقوا هاك يا امي قامت تندب قالت له كان انت بكس الحكومة ما نحن شكون قمال برغو معاه ابنه مزيان قالوا سقر ستة سقر سبعة حاول سقر ستة سقر سبعة شنو قال لك من الحكومة شجر معاه نحن ظهرني مش نثبت معاه ظهرني مظهرني مش الشبالي اللي معانا بعثوا في بيرو شنو الحكاية سقر ستة معاك عندك قناص غادي اي تنالي بيه تنالي بيه يضربه هنا يضرب له في اللحية مخه بطخة يضرب له في اللحية شبالي دوخني في بالي بشطوفة حكايات وانا حتى كي خرجت خلاني برشا حكايات خلانا تراث خلى تاريخه اقوى فاز عمل كان في حرب ما بين اوروبا وتونس سيرتو مع فرنسا قال جملتين لفرنسا تو يغسلوا علي قال امور واحدة ساعة هذيك اللي تونس الكل في بالهم بها 100% قال لهم لو راس مال ايجابان مش معناها لو راس مال ايجابان تحدي اللغة الفرنسية يا لغة فرنسية رانا باش نردوك بالعربي كيف برشا حاجات ايقاظ علمي ردوه بالعربي والمات ردوه بالعربي اللغه الفرنسيه قالت باش ردوها بقلم له راس مال ايجاباني يا ودي هبلوا الالارم نزل لك يا ساركوزي وقتها قالهم لا غير كونتر قالوا راهي تروح مازالوا مازالوا تخرج من الحبس الراجل داخل بعضه التوانسه مازالوا خايفين بالك شي راهو سي بوتيت لو ستريس مش معقول جماعه خرجوا من الحبس طول عداهم راهو للحكومه 20 سنه حبس جبالي وجماعه راهو دخلوا الحبس وقت اللي التاكسيفون في تونس ب 100 في اللاجر. لو طون اللي انت تمشي تكلم صاحبتك يهز بوها تعلق وتفصع تعقلوها. توا خرجوا جماعه يلقاو بلوتوث وواي فاي وبلوتوث. منهم جبالي قالوا له سيدي راهو عملنا لك بلوتوث في القصر عملوا عملنا لك واي فاي قال لهم واي فاي هبط يحسب اون في دو في. ليه؟ والثانية أنا كي سمعتها جملة ثانية كي سمعتها من الأول تقولوا عليه في فيسبوك قلت يا سي كثروا عليه فما كره كمان بالي راجل كبير يخدم على روحه عندنا الحق ننقذوها ما الكره هذا زي ومن بعد كي شفت هالفيديو تأكدت عيني ذي بكيت وذي خرجت بلاسون في المنطقة
ضرب سمعت ضربني في الكارت مير تاع مخي. قالهم بالرسم هذه سمعتها وحب يقول لا بريباراسيون. قالوا لا بريباراسيون. يا معلم الفرنسي جاب دي مولير في قبل ضربها. مولير عمل لك في قبل قالهم خلينا نحيو التراب باش نخرج. الفرنسيس عملوا لالارم قالت اون غير نوكليير اونتر لي زارابي الفرنسي سي لو مود كود مع ايران هذاك. قالوا كيف قالوا مش معقول بريزيدون ما ينجمش يغلط في البريباراسيون هذيا ولا يصغير يغلط فيها. جابوا له ثلاثه علماء من السربون في اللغه الفرنسيه باش يفهموها الكلمه باش يقراوا عليها اش معناها شوف في بريباراسيون. زوج علماء الاولانيين توفاو المراجعه الثانيه سمعوا بريباراسيون ايموراجي انترن في الوقت دم الخشم. واحد بركة قعد تحي اما مسكين كله معاه والله تشلك الان اسمعها بريباراسيون بدل بريباراسيون بريباراسيون ولا عنده سنتوم جبال يقوم في الليل ولا يخاف باش هما احنا عندنا غول هنا يقعد رايش سينون شغامين جبالي لا مونتان افيك سون فرونسي بو كوبي لي مونتان. لا هرود والاخرانيه انا 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 سمعتها بحذايا قطوسي عندي قطوس صبير بعض ساعات يضرب معايا في فيسبوك ولا بالحق قاعدين نتفرجوا وقت قام خش يعمل ديميسيون تاعو قال انا يا توانسه راني باش نستقيل لما نوعدكم نولي نخدم اكثر. قطوسي تضرب في مخك قطوسي تلمون تضرب في اللوجيك نتاعو نهارين يسخر روحو تجاز ولا بعد ما ديميسيون باش يولي يخدم. اما هو روى اخترهم بفاز ديميسيون ساعه وقت قال لهم حكومه تكنوقراط هم في كل قلب سبقوا ندحهم في كل تكنوقراط. شاني واحد قال لي السيريه معناتها في بالك تكنوقراط يا قلت في بالك قال لي شوف نحن عائله تكنوقراط في بيعتنا قال لي انا تكنوقراط خويا تكنوقراط بابا تكنوقراط العزوزه ما قراتش كده. جبالي وقت هو حتى حد من جماعته ما في بالوش كيف في بالك كيفاش قال هذيك بتاع باش يبدل الحكومه نهار نساو ما زرقوا له صحا صحا اول حاجه قال له تعمل هون يا قالوا له رئيس قال له بتاع شنو قالوا له بتاع تونس قال لهم رجعوني نركب وبعد قال لهم حكومه تكنوقراط غنوش يبيتوا مسكين تقدر اسمعها في التلفزه غنوش عمل ولا تنفس العريض يسمعها شداق وعملوا كابريول هكا العريض مبروك علينا عاد زيد لوي دراك ليه دراك كيفاش يختاروا استنى دراك كيفاش يختاروا ما يختاروش بالكومبيتونس يختاروا شكون الكومبيتون اكثر هيا شكون فيكم ينجم يتكتك البلاد في نهاري شكون هيا شكون ينجم يفركها البلاد انت ليه انت حكايه الفارق انت عندك اربع نقطه انا لازم تتبعها دون تحطوا دير لو انت باهي لا انت باش نطردو بالرسمي العريض دوخني العريض ساعة كي تنحي السود في التلفزة تنحي السود تفرش في منظره برك منظره نتاع واحد تحل 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 على الاخر منظره في الشلاقة وتقول كلمة مثلا كان باش نحل السود باش نسمع نحكي انت ترجع السود تقول لا نحي السود ديما مضروبه بنتيوم 2002 ما فماش ميزاجور تقول امراه عزوزه من داخل عنده فمها طايح من نفسه وقال يا مات شكري الله يرحمه وقت مات الله يرحمه ينعم وقت مات جاء وقالوا له يا سيدي عريض قوموه من النوم لاحظتوش ديما كل ما يسالوه على موضوع يقوم ينكرس